كيفية تحديد أوقات الدوام؟ انقر على قائمة أوقات الدوام. حدد يوم وساعة الدوام، فمثلاً يوم الأحد في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 1 ظهراً، ثم اضغط على تم. إذا أردت تحديد فترة أخرى من الدوام في نفس اليوم، تستطيع ذلك بالنقر على إضافة وتحديد أوقات الدوام. ولا تنسى الضغط على حفظ. لتحديد أوقات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، قم بنفس الإجراءات السابقة. لتحديد العطل الرسمية، اذهب إلى قائمة أوقات الدوام واختر العطل، ثم حدد أيام العطل الرسمية. ولا تنسى الضغط على حفظ.